الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم في هذه اللحظات. تعلن انطلاقة شوطنا الثالث عشر بمجموع أشواطنا ما قبل خاتمة أشواطنا في صباح هذا اليوم. مباشرة ننطلق مع شوط اللقاء الإبكار، نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة ولكل الشعارات، شعارات أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة على أرضية ميداننا الذكي. مباشرة إلى المراكز الأولى، التعرف على المركز الأول وصدارة هذه الأسماء، ود على المركز الأول لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راهد المكتوم، يتابعها سالم بن سعيد بن بنان الاكتبي المتحدي من يأتي ويقدم ود على المركز الأول. المركز الثاني النخلي، قادم النخلي لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري المكتشف. المركز الثالث، اتابع المركز الثالث، هذه اللي قادمه نجود، قادمه نجود لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عبيد بن محمد بن ضبيع الكتبي من يتابعها، وافراح من الجانب الاخر على المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع مضمر الشرق الاوسط. ناخذ المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس القادمة في هذه اللحظات والمتسللة عديمة، قادمة عديمة لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابعها. ناخذ المركز السادس، المركز السادس زعفرانة لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد مختار بن أحمد بن عبد الملك في المتابعة. سابع مراكزنا الشاهينية من هجن زعبيل المتلق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم الشاهينية على المركز السابع. ثامن المراكز قدوم في هذه اللحظات والحضور في هذه اللحظات من القادمة والمتسللة على المركز، على المركز، المركز بنقول السابع، السابع، المركز السابع أو الثامن عفوا، المركز الثامن. هذه الساعية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم مع سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. تاسع المراكز، مزنة قادمة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان مع الصادق فضل الأمين. المركز العاشر، العنود على المركز العاشر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مع تيج بن سالم بالعرسي. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة. وتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات، ولنا عودة مع البداية، لنا عودة مع التغيير من عديمة عديمة اللي غيرت واللي تقدمت على المركز الأول واتجاه عيناوية حتى هذه اللحظات إلى مدينة العين لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع، من يتابع ويطلق عنيده على المركز الاول. المركز الثاني قادم على المركز الثاني، ود 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 على المركز الثاني لسمو الشيخ احمد بن محمد بن رايد المكتوم مع سالم بن سعيد بن منانه، ولكن هجن زعبيل، هجن زعبيل قادمه يا صادق في هذه اللحظات مع المتلق راشد بن محمد بن مروشد. بنقول خلاص الكيلو متر الاخير، يلا يا ابو عبد الملك ياتي بزعفرانه لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد مختار بن احمد بن عبد الملك في عملية التضمير والتدريب. والعنود قادمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مع تيج بن سالم بالعرسي من يقدمها في هذا الانطلاق. ولكن المعركة ثنائية، المعركة ثنائية، المعركة ما بين، ما بين هجن زعبيل وما بين هجن سمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان. هذه الشاهينية اللي غيرت، اللي تسللت وعصاها في الابطال
الشيطان بدون أي أوامر. حتى هذه اللحظات بدأت الأوامر الخفيفة على الشاهدية بالتحرك إلى النقطة الخامسة، إلى النقطة الخامسة، إلى زعبيل. ها هي زعبيل تتجه إلى زعبيل. وصل أبو عبد الملك يقدم زعفران وانتاج بدع ثلاب، انتاج اليلايس وانتاج بدع ثلاب. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، المتلق 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 في سن اللقاية، في سن اللقاية يخطف خمسة شواط إلى زعبيل، إلى زعبيل. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لداعم هذه المؤسسة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس المتلق راشد بن محمد بن مروشد، اسم على علم المركز الثاني. المركز الثاني عديمة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان. المركز الثالث زعفرانة لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد. المركز الرابع العنود لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. المركز الخامس مزنح لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. هكذا هي النتيجة، خمسة نقاط تتجه إلى هجن زعبيل وإلى المتلق وإلى زعبيل كذلك. التوقيت الزمني ولحظات وصول الشاهينية خاطفة النقطة الخامسة قطعت الأربعة كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 11 ثانية وست أجزاء من الثانية. شكرا، تهانينا والناموس العشاق هجن زعبيل وإلى المتلق راشد بن محمد بن مروشد. المركز الثاني عديمة اللي وصلتنا 6 دقائق 11 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، وتهانينا والناموس للصادق فضل الأمين. المركز الثالث، نتابع المركز الثالث زعفرانة 6 دقائق 11 ثانية و7 أجزاء من الثانية. زعفرانة لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد. وشكرا يا مختار، يا بن أحمد، يا بن عبد الملك من تابعها في هذا الانطلاق. هكذا هي مجريات شوطنا 13 وشوط الختام ينطلق مع الزميل فايز بن غفان اليابري.